بدأت الإدارة الأمريكية تعديل مقاربتها للمواجهة ضد داعش في العراق. جاء التعديل نتيجة لنقاش في البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية وفي بغداد أثاره سقوط الرمادي في يد التنظيم. الولايات المتحدة مستعدة للوقوف إلى جانب الشعب العراقي والحكومة والقوات الأمنية في معركتهم ضد داعش، لكن الرئيس لا يرى أن إرسال عدد كبير من الجنود للقتال هو في مصلحتنا. تشمل التعديلات على الاستراتيجية توفير التدريب للعرب السنة في قاعدة التقدم قرب الحبانية، والمساعدة على إدارة العملية ضد داعش من هناك، وإرسال 450 جندي أمريكي إضافي إلى العراق، إضافة إلى 3000 موجودين هناك. من الواضح أن عمليات التدريب وحدها لم تكن كافية لوقف اندفاع داعش، ومن الضروري بذل جهود أخرى. تبقى مؤشرات التردد على الموقف الأمريكي موجودة، كما أن مناصري الرئيس أوباما وزعماء حزبه لا يريدون انخراطا يجر الأمريكيين إلى ساحة المعركة مرة أخرى، بما يشبه الحشد الضخم بعد العام 2006 وإرسال آلاف الجنود للقتال في العراق. تستطيع وبدون شك إرسال الآلاف من الجنود الأمريكيين إلى العراق، وبإمكانهم أن يحققوا انتصارات في المعركة، لكن القضية هي المحافظة على النصر. تخلى أوباما عن عنصر أساسي في استراتيجيته، فتحرير الموصل لم يعد أولوية، وتنظيم السنة العراقيين كما تحرير الأنبار من داعش على يد المقاتلين السنة أصبح هو الأهم. إحدى دروس تكريت هو أن الميليشيات الشيعية تستطيع أن تحقق انتصارات في أرض سنية، لكنهم لن يربحوا السلام أو تأييد السنة في المنطقة. يستعد تنظيم داعش بتقدير الأمريكيين لشن هجمات إضافية، والجميع دخل الآن في سباق مع الزمن لكي لا يتكرر ما حدث في الرمادي. في أرغنم العربية، واشنطن.